اوكي. الاول يعني كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل مصر طيبه، وكل سنه وكل مصر بخير. دي الاسره الكبيره بتاعتنا. الاسره الاصغر بقى اللي هي 90 90، انا اول رمضان ليا مع 90 90، لسه ما تمتش سنه معاهم يعني، بس مبسوطه. ما كانش في دماغي اذاعه خالص يعني، وربنا هو اللي وفق انه انا جيت اذاعه، عملت برنامج. وفي رمضان كان ليا تجربه دراميه اعتقد لا 90 90 بالنسبه لي. انا كنت مره كتبتها على الفيسبوك وحد قال انت بتصيغي كلام صح، يعني انا دوقتني طعم نجاح جديد عليا. يعني كنت متعوده دايما التلفزيون، متعوده دايما برامج، متعوده دايما ايفنتس وحاجات كده، بس مش متعوده اشوف. المره دي لا، انا ما شفتش، المره دي انا سمعت وشفت والحمد لله يا رب. مبسوطه ان شاء الله يعني، المفروض ما هو وهو كذلك هو. طبعا الخريطة بتتغير في رمضان وبعد كده بترجع تاني، فهنكمل ان شاء الله بعد رمضان. 90 90 هواها مصري، 90 90 موجودة فيها، وحاسة ان احنا يعني في حاجه مستغربه ان انت بتكلمني عن الاذاعه ومش في التلفزيون قبل كده. يعني موهبه كبيره، زي ما بيقولوا بالانجلش ذا بيست. 90 ما عملتش حاجه، بس ما دام هواها مصري يبقى هتعمل حاجات كتير. كل سنه وانت